مع الاستعدادات الجارية على قدم وساق في تونس للاستفتاء على دستور جديد للبلاد، أصدرت لجنة البندقية تقريرا تنتقد فيه إجراءات الرئيس قيس سعيد حيال الدستور. الرئيس التونسي اتخذ رد فعل فوريا وطالب بتعليق عضوية البلاد في لجنة البندقية، كما طالب بطرد ممثليها من تونس. مستقبلا هؤلاء إن كانوا في تونس فهم أشخاص غير مرغوب فيهم، بيرسونا نون غارتا، ولن يأتوا إلى تونس، الدستور يضعه التونسيون. وأكد الرئيس التونسي أيضا أن بلاده لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية. أريد أن أؤكد على مبدأ أساسي في السياسة الخارجية التونسية وفي السياسة التونسية، وأنه لا مجال للتدخل في شأننا الداخلي كما تفعل هذه اللجنة التي تسمى لجنة البندقية. وكانت اللجنة قد قالت في تقريرها هذا الشهر إن انتخاب البرلمان الجديد يجب أن يتم قبل تنظيم الاستفتاء، وإن تعديل قانون هيئة الانتخاب يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية. وفي وقت سابق تعهد رئيس قيس سعيد بالمضي قدما في خطة إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 من يوليو المقبل ليحل محل دستور 2014. وعين سعيد في سبيل تحقيق ذلك أستاذ القانون الصادق بالعيد لرئاسة لجنة استشارية تضم عمداء كليات القانون والعلوم السياسية لصياغة دستور جديد لجمهورية جديدة، مستثنيا الأحزاب التي عارضت تلك الخطوة السياسية. وبدوره رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في حوار محدود اقترحه الرئيس التونسي، وقال إنه سينظمون إضرابا وطنيا في الشركات الحكومية والخدمات العامة.